بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم، وكنت أحب النهاردة أتكلم معاكم إيجاز عن الإسكيميك هارت ديزيز. أوكي، طبعا كلكم عارفين إسكيميك هارت ديزيز نتيجة الكورونري أثروسكلروزس، يعني في ترسيب لل الكوليسترول والليبيدز في الوولز بتاعت الكورونري فيسلز لغاية لما بيتكون ما بنطلق عليه البلاك، والبلاك دي طبعا بتؤدي للستينوزس في الكورونري فيسلز، وبالتالي ابتدي يظهر بقى السيمتومز بتاعت الاسكيميا. وفي بعض الأحيان بيحصل رابتشر للبلاك دي، وده ساعتها بيحصل ان بيحصل سادن اوكلوجن للكورونري ارتريز، ودي اللي بتبقى الاكيوت كورونري سيندروم. دي اللي ممكن بيحصل بقى اكيوت اوكلوجن للفيسلز، وبتبقى طبعا ايمرجنسي، والمريض ممكن بقى يحصل بقى مايكاردال انفاركشن، ودي لازم تتلحق يعني وقت بسيط جدا، يعني قبل مرور 4 ساعات مفروض يكون الفاسل ده اتفتح بصورة او اخرى. ده طبعا بيورينا الكلام عن طبعا الدياجنوزس. في الاول في البداية طبعا اللي بيتعامل مع المريض هو الكارديولوجيست او في الانتنسيف كير. الانتنسيفست طبعا لو شاكين في يعني اسكيميا او كورونري سيندروم، فلا بد من يعني التدخل السريع واختيار الكارديولوجيست اللي موجود للتعامل مع الوضع. طبعا الجولد ستاندرد في التشخيص هي الكورونري انجيوغرافي، طبعا مرورا بقى بالاي سي جي، ومرورا ممكن ستريس اي سي جي لو احنا محتاجين، وطبعا مع القياس الكاردياك انزيمز والايكو كارديوجرام طبعا. لكن في الاخر طبعا لازم بنلجا اما الكاردياك سي تي عشان نقدر نشوف السينوزس اللي موجود في الفيسلز، او طبعا الحاجه الجولد ستاندرد زي ما قلت اللي هي القسطره او الكورونري انجيوغرافي. وانس ان المريض اتعمل له الكورونري انجيوغرافي وقدرنا نحدد بالظبط الاناتومي اوف ذا كورونري سيركيوليشن، ساعتها بنقدر نقرر اذا كان هذا المريض محتاج لميديكال تريتمنت فقط، او محتاج لتدخل عن طريق القسطره اللي هو بيركتينيوس كورونري انترفنشن البي سي اي، او اذا كان هذا المريض هيحتاج لتدخل جراحي. الكلام ده هو كل مريض على حده لازم تدرس حالته تماما، ومفروض ان في هارت تيم بيبقى مكون من الكارديولوجيست والانترفنشن الكارديولوجيست والكاردياك سيرجن. وكل مريض الانجيو بتاعه بتعمل له سكور، يعني في سكورينج سيستم، وبيتحط سكور يعني بالورقه والقلم يعني، وحسب السكور ده هو بيتاخد القرار، بيبقى واضح جدا باتفاق الهارت تيم كله اذا كان هذا المريض مش محتاج اي حاجه غير جاست ميديكال تريتمنت، او هو محتاج يعمل كورونري انترفنشن في صوره توسيع وستنت، او ان هذا المريض لابد ان يحول للجراحه اللي هي الكورونري باي باس. بالنسبه للجراحه اللي هي الكورونري ارتري باي باس جرافتنج، الفكره طبعا ان احنا عندنا الكورونري فيسل دوت مسدود او مقفول او ضيق، فاحنا لازم نعمل باي باس، نعمل زي كوبري عشان نعمل ري فاسكولاريزيشن ونعيد البلاد سبلاي للمنطقه اللي هي سبلايد باي ذا افكتد كورونري ارتري. طبعا الباي باس اللي بنعملها دي بنحتاج لكوندويتس او كوندوي
ودي هتبقى يا اما ارتيريال كوندوي او فينس كوندوي. الارتيريال كوندويتس اشهر حاجه واحسن حاجه اللي هما الانترنال ميموري فيسلز اللي هو اللفت انترنال ميموري ارتري، وعندنا طبعا الرايت انترنال ميموري ارتري برضو. الجولد ستاندرد في عمليات الكوروناري ارتري باي باس كرافتنج هو توصيل الانترنال ميموري ارتري لل كوروناري فيسل اللي هو اهم واحد اللي هو اللفت انتيريور ديسندنج كوروناري فيسل. ده بيغذي اكبر تيريتوري في اللفت فنتركل، بيغذي الانتيريور هاف اوف ذا سبتم، وبالتالي فهو اهم فيسل، وبالتالي بيتحط له احسن كوندويت اللي هو اللفت انترنال ميموري ارتري. ممكن استخدام الرايت ميموري ارتري برضو، وفي ارتريز ثانيه زي الريديال ارتري بعد ما نتاكد ان الالنر ارتري ممكن ان هو يتحمل السيركيليشن بتاعه الايد يعني المريض. بيتاخد بقى ريديال ارتري، ممكن يتحط يستعمل كفري تراك، وممكن برضو عندنا رايت جاسترو ابيكلويك ارتري من الابدومين ويتحط برضو يستخدم يعني كارتيريال كونويت، ولكن يعني استخداماته قليله الحقيقه. الغالبية العظمى طبعا تستخدم اللفت انترنال ميموري ارتري. الارتيريال جرافتس افضل من الفينس جرافت من ناحية البيتنسي، اللونج تيرم بيتنسي. الارتيريال جرافت احسن من الفينس جرافتس، لكن برضو مع الجود سيرجيكال تكنيك للهارفستنج بتاع الفينس جرافتس ممكن ان هم يقدموا لونج تيرم بيتنسي مقبوله جدا. طبعا فينس جرافت دي احنا بنقصد اللي هو الجريتر سافنس فين، اوكي، وممكن تاخد حتى من الناحيتين لو احنا محتاجين عدد كبير يعني. ده بالنسبه للكوندوز. التكنيكس بقى، في تكنيكس مختلفه للكورونري ارتري باي باس جرافتنج. في كلاسيكال اللي هي بتتعمل اون بامب، يعني الهارت بيبقى ريستد، بتحقن كارديوبليجيك سوليوشن وبنوقف الكارديوك ماسل تماما، يبقى الهارت ريستد، وبيبقى في الاكسترا كوربوريال سيركيليشن او الهارت لاين ماشين هي اللي بتقوم بعمل الهارت واللون. دي الكلاسيكال يعني اوبريشن. طبعا في بدائل، وظهر الاوف بامب كورونري سيرجري اللي هي بالعربي القلب النابض، ودي بتعتمد ان احنا في زي ستابلايزر بيقدر ان هو يستابلايز الجزء اللي هو بتاع الفيسل اللي انا هشتغل عليه، وبقيه القلب شغال عادي جدا. ده بيحتاج طبعا كوبريشن عاليه ما بين السيرجن والانستاتيست عشان يحافظ على ضغط المريض ويتعامل بسرعة لو في أي أريدمياز أو هايبوتنشن أو حاجة. طبعا ما تحتاج ل يعني سكيلز عالية وليرنينج كيرف يعني برضو طويل، ولازم يكون السيرجن عنده السكيلز موجودة ومتدرب كويس يعني. وفي بقى مؤخرا اللي هي الهايبريد operation اللي هي زي ما قلنا اهم vessel اللي هو left anterior descending، ده ممكن surgically تعمل just internal memory، يتعمل bypass على left anterior descending، والباقي كله يتعمل عن طريق PCI او عن طريق الأسطرة. فهي it's a hybrid maneuver، وبقت موجوده في اماكن يعني سنترز يعني كتير، بيبقى نفس الغرفه مجهزه للحاجتين، للسيرجري ولل بي سي اي. بعد كده ممكن نقول برضو كلمه بسيطه عن البوست اوبريتيف بيريد. طبعا كل العيانين دول لازم يخرجوا على الانتنسيف كير يونت وانتل دي ار ستابلايزد و gradually weaned off the ventilator، وبعد ما كل ال vital signs والparameters تبقى fully stable. غالبا المتوسط ان احنا بنتكلم في يومين لثلاث ايام في الانتنسيف كير، وبعد كده مريض بيبقى referred للورد
preparing ان هو يبقى discharged from the hospital. والنقطة برضو مهمة في الجزء ده ان لابد يبقى في program كويس لل cardiac rehabilitation that starting from day one after surgery يتقسم لمراحل والمريض وهو في العناية وكده وهو في المستشفى بعد كده وهو في البيت وبعد كده بيكمل كمان لفترة كبيرة قد تمتد لشهور ما بعد العملية ويبقى combination أو تعاون ما بين الكارديولوجيست والكارديك سيرجن والفيزيوثيرابيست من ناحية الريسبيراتوري اكسرسايزز ومن ناحية الكارديك بقى اكسرسايزز والانديورنس وكده لها بقى مراحل لغاية لما المريض يقدر ان هو يرجع تاني ويبقى incorporated في المجتمع ويقدر تاني يمارس شغل. دي كانت يعني بعض المعلومات السريعة عن الاسكيميك كارد ديزيز والسيرجيكال تريتمنت. شكرا جزيلا.